رفقاتنا الحلوين، اليوم جاي لكم بفيديو جديد، واليوم الفيديو راح يكون عن انا وانس كثير متحمسين له، وكمان لكم انتم كمان يعني حيعجبكم، كمان يعني نحن راح ننفجر يعني من الحماس. طبعا التحدي هو بيعتمد على حاسة الشم وحاسة التذوق. طبعا التحدي اسمه تحدي الشم، ما هو بابا جهز لنا مجموعتين، مجموعة رقم واحد مجموعة رقم اثنين. طبعا كل مجموعة فيها أربع أشياء، أربع أكلات، ونحن لازم نشمها، لازم نشمها. اللي بيحزرها الثاني لازم ياكله، اللي بيحزرها فورا من حاسة الشم بدون تذوق يعني رح يضطر الثاني إنه رح يدوقها، وإذا ما حزرها من حاسة الشم رح يضطر إنه يدوقها لحتى إنه يعني يحزرها. ويلا خلينا نبلش التحدي. طبعا يا جماعة مثل ما انتم شايفين هلا ماما وبابا غمضوا لنا عينينا، نحن ما بنعرف، عشان نورجوكم المجموعتين بس لكم، نحن ما بنعرف شو. فهلا انوس رح يفتح عينه عشان انا ابلش. طبعا هلا يا جماعة رح نبلش بدور لولو. هلا هي مغمضة وانا حاطة الشبة. شم؟ ايه اوكي عرفته، كمون صح. اصلا عادي، اصلا انا بحب الكمون، اما انا ابدا ما بحبه. فيلا ذوقه. اوكي يامي دكتور. بحبه مع الملح اكثر. طيب عجب. يلا الشغله الثانيه. الشغله الثانيه بسم الله. يلا عشان شلون؟ وين؟ شلون؟ شلون؟ كأنه كمون مرة ثانية. شلون؟ شلون؟ كمون؟ ريحة كمون. طيب بتاكلي؟ هاي الشغلة كلها لازم. بندورة صح. اوكي طبعا هاي الشغلة، الشغلة الثالثة. شم؟ ايش هي هاي على شكل؟ ايش هي على بهار؟ غلط. ملح؟ غلط. شو هاد؟ دوبي كورونا. شو هاد؟ فتحي شي. لا ما تفتحي. قالك شو؟ لا طمني ولا لا. اوكي يعني انت ما عرفته شو هو؟ زعتر. زعتر؟ والله ما حسيت، ما طالتني شي. هلا انا خلصت؟ لا بقي لك واحدة. ديناصور. طبعا يا جماعة اسف لانه هذا كان نعناع ما كان زعتر. طبعا لولو شمت كبت الدنيا، وماما هلا رح تصير ديناصور بعد ما تشوف الفيديو. هلا الشيء الاخير مو ايه بسكويت صح. يلا ذوق. هلا انا افتح عادي. اكيد افتح. 1 2 4. طبعا انا ربحت التحدي، هلا صار دور انوس. فيلا يعني عادي بسكوت. وهلا صار وقت الانتقام. هذول من الشغلات ان شاء الله تكون اشياء طيبه. هذا شوفوا بسم الله. شو هذا؟ ايه فلفل مخلل. برافو. هلا انا لازم ادوقه. هو اسمه يا جماعة مخلل الفلفلة، بس يعني معلش عكست الكلام. طيب بس دور الشغلة الثانية. هيا ما يعني حذر انه من بن ايه.
صار دور شغلي ثالثة. يلا سنة زعتر حزر حزر كلهم لسه في شغلي. اوكي هات طيب. يلا الشغلة الرابعة لا قد تعرف أفوا. يلا دق دق لك طبعا ريح البن أو الزاتر ضربت عليه شوي شوية دوقك. يلا رح أدوقك. لا لا استنى لا شي طيب عن جد. زبدة غلط ده حد دوقك معنا تفتح شي طيب. يلا يلا دوق. صح اوكي. هلا راح اشيل لك سنة سنة. طبعا انا فزت والنتيجة صارت 3-2. طبعا يا جماعة انا جيت حتى انتقم او انتقم من زيادة. كان بدي يعني هو حزر البن فانا كان لازم ادوقه فكنت عم باكل لقمة صغيرة شقفين يعني. عم شفطت معها كلها عم اخترعت شربت قرنية مي وراها خلف الكواليس. وضروري انه تدعمونا باللايك والاشتراك وتضغطوا على زر جرس التنبيه ونشروا الفيديوهات لكل اصحابكم ورفقاتكم واللي بتحبوهم. باي.